في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده بقى في منه كتير قوي اليومين دول، وهتلاقيه دايما بيبقى عامل زي المغناطيس، يلزق لك لما يكون محتاج لك، لما يكون شايف انك انت داخل على شغلانة حلوة وهيستفيد منها، ساعتها بقى هتلاقيه دايما جنبك بيزورك ويكلمك في التليفون، بعت لك الصبح كم وردة، حتى في يوم الاجازة مش عادقك. صباح الفل يا عمورة، جمعة مباركة حبيبي. شفتك امبارح كده كان شكلك تعبان شوية ولونك مخطوف، خير يا حبيبي؟ قلت لنفسي لا، لازم يا واد ابو عزيز تطمن على اخوك وحبيبك عمورة. الف الف سلام عليك يا حبيبي، ويك اند حلو عليك يا اخوي. وتحس ساعتها يا اخي ان ابو عزيز ده مش انسان، ده ملاك يا جماعة في صورة انسان، تحس كده انه صديق حقيقي بيخاف عليك. شوف يا اخي لما شاف وشك اصفر وتعبان كلمك على طول عشان يطمن عليك في يوم الاجازة، وتحس كده ان ابو عزيز ده اخوك بجد مفيش كلام. حبيبي يا عمورة، لا يا راجل انت متعرفش غلاوتك عند ابو عزيز ولا ايه؟ ده انا والله العظيم وحياتي النعمة يا راجل، وان شاء الله ادفع الكباب اللي انت عزمتني عليه امبارح ده، لما شفتك تعبان روحت متنكد اخر نكد. لا والحاجة مسكتتش، الحاجة قعدت تدعي لك طول الليل، ده حتى كانت بتديلك وهي نايمة. يا راجل عيب، ده انت حبيبي مش اي عمورة يعني، واحنا عندنا كام عمورة. وذات يوم تنكشف الحقيقة وكل المستخبي يبان، ويطلع ابو عزيز مش ابو عزيز، يطلع ان الحب ده كله والاخلاص ده كله وامه اللي بتدعي لك وهي نايمة، يطلع كل ده فشوش فنكوش، ويطلع ان اخونا ابو عزيز عاوز مصلحة عينه على المشروع الجديد اللي انت هتعمله، يطلع انه عاوز حتة من اللقمة اللي في ايدك، امال مش حبيبك بقى وخايف عليك. ويا خسارة ويا الف خسارة لما نقابل في حياتنا ناس من النوعية دي، ما يهمهمش غير مصلحتهم وبس، ويظهروا في حياتك بس لما البلية تلعب معاك. واه لو لعبت يا زهر، اول ما يلعب الزهر تلاقي عبد العزيز في الظهر، في ظهرك ايه على طول. الف الف مبروك يا عمورة، عرفت ان الحمد لله العطا رزق عليك وهتعمل مشروع. ايوه كده، ده ودود يا حبيبي، ما يعني هلاحسن منك فين. انا طبعا معاك، ها انت عارف ان دي حتتي ولعبتي بقى، ومش هتلاقي احسن من اخوك عبد العزيز ياخد الوظيفه دي. ها حبيبي يا عمورة حبيبي. وصدمتك الكبيره بقى مش بس ان عبد العزيز طلع مصلحتي وما بيعرفكش الا لما تكون في سبوبه يستفيد منها، صدمتك انك تكون صدقته ووثقت فيه، وكمان استأمنته ودخلته بيتك، وضيعت وقت كتير جدا على صداقته الوهميه، وفي الحقيقه انت بالنسبه له مجرد سبوبه، مصلحه، وظيفة، هتساعده في خدمة، هتقف جنبه في زنقة. طبعا عمورة، الله الناس لبعضيها يا عم، ومش معقولة بقى حبيبك وما تساعدنيش ما تخدمنيش، انت حبيبي حبيبي يا عمورة التلزوم بس. ايوه هو كده صح كده، خد بالك عبد عزيز هيظهر بس في حياتك عشان مصلحته، وامتى؟ وقت اللزوم، بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.